تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس الأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، يقوم المركز الأول للتجنيد والتكوين لمختلف الأسلحة باستقبال المجندات والمجندين في إطار الخدمة العسكرية والقادمين من مختلف مراكز الانتقاء من طرف أطر موزعين على عدد من الورشات. يتقدم المجند أو المجندة أمام لجنة مختصة من أجل التحقق من هويتهم حسب اللوائح المرسلة من طرف مراكز الانتقاء، ثم يتم توجيه المجند إلى ورشة التحسيس والتعريف بالقانون الداخلي للمؤسسة، وبعد ذلك يتم ملء استمارة البيانات الشخصية حتى يتسنى للمؤسسة معرفة المجندين وتتبعهم طيلة فترة التدريب، ويتم بعد ذلك توزيع الملابس العسكرية والبدلات الرياضية بالإضافة إلى لوازم النظافة الشخصية على المجندين قبل استقرارهم داخل الغرفة المخصصة لإيوائهم طيلة فترة التدريب. وفي النهاية يوجه الموجه إلى قاعة الحلقة كما هو معمول به بالنسبة للجنود المنخرطين في صفوف القوات المسلحة الملكية. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، وفي إطار عملية الخدمة العسكرية تم استقبال 250 مرشح للخدمة العسكرية بالمركز الأول للتجنيد والتكوين بالحاجب. العملية مرت في ظروف جيدة طبقا لشروط الأمن والسلامة المعمول بها بمراكز التكوين العسكرية، مع مراعاة الخصوصية التي تليها القوات المسلحة الملكية للمجندات في الخدمة العسكرية، حيث أن المركز وفر أماكن خاصة بالفتيات وكذلك مجموعة من الأطر سواء الضباط أو ضباط الصف من أجل الحرص على مواكبة فترة التدريبات العسكرية. كان التسجيل ديال بالنسبة لهذا التجنيد هو عفوي، أنت اللي اختاريتي؟ أنا اللي اختاريته حيت أنا كيعجبني شعال هذا الحلم وكنت أبغيت نتحققه. نعم، ثاني عينتي شحال الوقت باش تجاوبوا؟ ماشي بزاف، تقريبا شي شهر ولا قل. شنو الشعور ديالك كنتي تعدى؟ أنا وعجبني الحال وأنا عاجبني هذا الحلم مشعال هذا وأنا بغيت دابا نحققه. واش إذا بغيتي تكمل غتطلبي غتبقى في التجنيد؟ إن شاء الله، علاش لا؟ إلا بغى نبقى أنا عاجبني هذا التجنيد وفرحانة بزاف، الله ينصر سيدنا. دابا دزتي عند الحلاق، كي حسيتي براسك كانت عندك واحد الغفلة؟ دابا حسيت براسي مزيان دابا مع السعد، حسيت براسي دابا خفيف دابا، أحسن ما يرى. الشعور ديالك وأنت دخلتي دي أول مرة أول يوم في هذا المركز ديال التجنيد؟ أول يوم كان مزيان الحمد لله، كانوا معلين فينا في الماكلة في التنشيطة في أي حاجة، كلشي مزيان. غادي توجهوا للتكوين، غادي دار لكم التكوين. غادي التكوين، غادي ديبلوم ديال ديكوراسيون وديال ديال الألمنيوم، إن شاء الله من هنا لقدام غادي. شنو هو المستوى ديالك؟ دراسي، هذا ديال كاتريام.